فين في لك شغله؟ ما تحكي معي. وصلت معي لاخرتها. مش 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 كل شيء بتقوله انا بسكت عليه، وسكتت وما حكيت. انه عن جد اوقات عم تقول اشياء مش حلوه وعم تجرح. طيب هيك تعال صفي الامور، تعال روح. ما رح صفي الامور، انا بدي صفي الامور. اوكي بروح لحالي، ما في شيء بتصفى. اللي عم تعمله ما في ولا شيء. خليني احكي. اوكي بدك ما بقى نحكي بقى صح؟ خلص اوكي اوكي اوكي، بس صفي الامور. شو انا غلطت شو انت غلطتي وتا هيك وبس. ما في احكي معك هلا، لانه عن جد وقت الانسان ما بيعطيك احترام، وقت يحكيك هيك بلا شخصيه بيكون نازل من درج وبيقول لك بلا شخصيه وبيرمي لك اياها وبيروح وبيقعد بكل هدوء. هون المشكله. طيب هاي مشكله وغير كمان شو وغيرها لما كنت قاعد هون، يعني كل شيء ما شاء الله يعني بيبين. هذا سالتك سؤال ما قصدت شيء، بتعرفي انت هالشيء شعليه بيني وبيني اكبر من هيك شيء. عم بحكي انا وياك، بعرفك بدك تتجاهلي هلا وبهذا. شو بعد في مشاكل؟ هيدي وهيدي شو بعد فيه؟ خلص انت ما بقى نحكي بس انا بلا احترام هيك. اوكي انت قلت لي انا بلا شخصيه، يعني أوكي. شو بدي اكثر من هيك؟ انا مشكلتي ما في اقوم واتركك تحكي. ما بقدر. طيب اوكي ما. يلا خلينا نخلصهم ورجع. مش انت بس، انه انا هيك تربيت على هيك، ما في اقوم وانا اترك شخص عم يحكي. ما في. اوكي مش لانه انا عم بحكي، لانه الشخص عم يحكي. فهمتك 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 والله فهمانك. شو بعد في غير؟ قلت لك شو؟ قلت لك بلا شخصيه. وشو قلت لك كمان بعد؟ زعلك اللي قلته هون؟ زعلك شو كمان؟ شو بلا شخصيه؟ شو كمان في غير من هالاثنين؟ بس تعرف حاله هو انا هذا الشيء اللي بعجني. اوكي هون غير شيء متضايقه منه؟ غير شيء انك اخذي هيك غنيه متضايقه الحال؟ من شو متضايقه؟ ما في حدا بيفهمني هون لحتى احكي. اوكي اعتبر انا ما بفهمك، اعتبر ماني فاهمك انا. اوكي بس شو اللي مضايقك؟ اعتبري انا زلمه مجرور ما بفهمك، بس شو اللي مضايقك؟ شو مضايقك؟ شو اللي زعجك؟ اللي عم تبكي؟ ما في شيء. ما في شيء ولا ما في. تلا في شو؟ مش ما في شيء، احكيهم. احكيهم كلهم بس ما بقى تزعل عليهم، شو هن؟ حنان؟ وقت الإنسان يكون في شيء بكفيه ما تزيد عليه رفيع. لا هلا غير موضوع، أنا معك هون عم بقول لك تتحكي شو اللي مضايقك، أنا أوكي زلمة زعلتك وغلطت معك هيدا غير موضوع، بس انت شو اللي مضايق غير؟ ايه غلطت معي. اوكي غلطت معك. اوكي المفروض اصلا ما احكي معك اصلا. يا اختي ما تحكي معي، ما هلا من بعد فيلم من هو ما تحكي معي بقى، اوكي؟ بس شو اللي مزعلك غير هيك؟ غير انا. نغنيه؟ شو مزعلني؟ مزعلني انه انا مش قد انا مش قد ما افهم العالم بحبوكي؟ مش حمل بقى خلص. طيب ليك انا متاكده 100% انه ما في حدا فيه يستحمل اللي انا لا مستحملته، لانه ما في حدا ينحط بالموقف اللي انا حطيت. انا محلك بدك تصدين؟ لا بس انا محلك. ما تكذب، لانه انت اكثر شخص رح تكون يعني رح تكون عن جد زعلان. ما تكذب، ما تقول لي انا محلك وما بعرف. لا. شو خليني اخلي جملتي. انا محلك وصلت للبرايم 8. لا خيي سمعني كثير كليشي، عن جد كثير كليشي. وصلت للبرايم 8 وما بعرف شو. هلا عم بحكي شيء واقع، شيء عم نعيشه. طب اوكي واقع، مش برايم 8 وما بعرف شو. واقع وعم نعيشه برايم 8. اوكي بعد في 8 برايمات بيخلص برنامج بيخلص. لا 20. شو قد بعد في؟ 8 برايمات. ايه بعد في كثير. ايه 8 قد اللي تعطيهم. اسمعيني مزبوط بلا ما تعصبي، ومن بعدها ما تحكي معي بقى. اوكي جماعة الماضي واللي قبله واللي قبله اللي فلوا بحطوني وبحطوك بجيبتهم بصوتهم. مرتضى إذا قال أمان بطير على المسرح أنا، وإذا أنت قال مرتضى أمان أو سكينة إذا غنت، يعني شو هاد إنه سكينة صوتها أحلى بين أحلى أصوات يعني.
صح ولا لا؟ اكيد ايه. بكينا بالبيت. لانه ما عرفت تأقلمت بالجو. لانه عملت واحد اثنين وعملت ردود فعل وكذا وكذا وكذا، إيه؟ صح ولا لا؟ انت هلا برايم 8. يعني انت قادره تتأقلمي. يعني انت قادره توصلي بعد. ما حدا عم يجي ضدك. ولا حدا بده يوقف انه ضدك ويحطك بهالموقف. ما حدا. الجمعة الماضية كنت بشي نومينيه؟ اوكي. كنت شي نومينيه الجمعة الماضية؟ طيب اوكي كمل. بس لو جواب كنت نومينيه؟ ما كنت نومينيه. اعطوكي بوش صح ولا لا؟ ما حسيتي حالك مرتاحة وبدي كسر الدنيا؟ صح ولا لا؟ شو طلعت على البرايمري؟ نشزت شي وغنيت منيح؟ ليك انا هايدي وبرشا استاذ هادي. هايدي اللي نحن شايفينها وبرشا استاذ هادي. استاذ هادي. معك انا معي انت ولا لا؟ شو صار بالايفال نتيجته بعد ما بنعرفها؟ اللي عملناه بالبرايم شفنا نتيجته. كلنا هيك مستوياتنا صح ولا لا؟ أوكي. كلنا حد بعض. كلنا. وجا الايفال عرفنا ما عرفنا نتيجته. بس انت كحنان انا ما شفت انا ولا سمعت. سمعتك اول شيء. في دق بيانو؟ لا انت عم تحكوا؟ لا بعد شو؟ كثير بفوت بالمود بصير بدي ابكي. يلا حبيبي يلا يلا. بعد ما عرفنا نتيجته صح؟ انت بينك وبين حالك راضيه على اللي عملتيه بالايفال؟ ايه راضيه على اللي عملته بالايفال. وكثير منيح؟ كثير راضيه انا، كثير راضيه على حالي. كثير راضيه على حالي. مش حد؟ كثير راضيه على اللي عملته بالايفال، ايه. وغنيت من كنت قلبي. كنت خايفه شوي. أثر الخوف عليك حسيتي؟ أول شيء لما غنيت كنت خايفة. فتت بالجو أكثر يمكن من اللازم لأنه حسيت حالي فايتة بالجو. وصلت فكرتك؟ إيه وصلت فكرتك. وفليت قبل الوقت؟ خلصت الدقيقتين على القد وفليت ولا كنت خطيت؟ خلصت دقيقتين ما كان فاضل يمكن خلص. إنه فضل وقت مش قطعت الدقيقتين؟ خلصت وظهرتي؟ طب ليه حسي حالك نومينة؟ من وراء الغنية؟ في اشياء باينه مثل وضوح الشمس، في اشياء بيعطوك سي دي انت الغنيه بتكون مختارتها. وشفت انه مره اول مره كنت نومينات وكل غنيه، ثاني مره كنت نومينات شو نفس الغنيه بس اختار هيدي نفس اللي اعطينك اياها شي مره قبل. هيدي الغنيه اللي حطيتها على الورقه. ثاني مره كنت نومينات شوك الغنيه اللي حطيتيها على الورقه. طيب ثالث مره سعد. انت محمد سعد اعطوه غنيه محطوطه على الورقه غنيها طبلو. محمد سعد اي غنيه؟ محمد سعد بعادك انتم طب لو غنى غنوا تريو على المسرح. ايه وانا اليوم كيف بدي يعطوني بنت السلطان كتبها على الورقه. كيف بدي احب الناس الرايقه كمان كتبها على الورقه. أنا محلي، أنا اليوم سمعت كلمة من شخص كثير علت المعنويات، كثير. مين؟ شخص. شو قال لك؟ قال لي نجمته، أنتوا الموجودين نجمته. بتعرف شو يعني نجمته؟ نجمته يعني. لا ما عبق لك، حرة تسمع هذا الحكي والحرة لا. بعرف إنه طموحك توصلي أكثر وطموحك إنك تبقي وطموحك إنك تدلك. بس هلا انت بتعرف انه انت اقوى شخص هون بالاكاديمي، مش انت اقوى شخص بالاكاديمي جماهيريا. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بس ما انا ننسى 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 النتيجه. ليه بيحطوني بهيدا الموقف ننسى إذا يعني انت عن جد ليه؟ ليكي ما حدا بحط حدا صدقيني، ما حدا بحط حدا. انا بالنسبه لإلي في عالم هون غنيت اسفت مني بصراحه. هلا بدي بعد ما طلعت النتيجه انت طيب إذا, اذا 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 طلعت بكره ان شاء الله بحكي بالبرايم. ما راح احكي. ما اكيد ما حتحكي. ما بخليك انا تحكي اصلا. ايه اكيد مش بس اسفت عن جد زفت يعني اخيب. أسوأ. اضبط. أسوأ مني بكثير. بكره بنشوف. بكره ان شاء الله يا رب. طب انت متضايقة لانك نومينيه ولا لانك متضايقة في عالم تستحق تكون نومينيه غيرك؟ ما عامل العالم اللي ما انك اصلا بعد ما حدا طلع ما حدا قال انك نومينيه. بس ما حدا عارف بعد مين نومينيه.
الجمعة الماضية حنان أنت أخذتي غنيتين، غنيت مع الضيف وغنيت هيدا وكنت نومني الجمعة اللي قبله. ما الأغاني ما بقى تحسن، ما بقى فينا نعرف من الأغاني. صدقيني صدقيني أنا اليوم بغض غنية قالت لي وقعد فكر حالك مش نومني. ما بقى في الأغاني بتحسن. رفايل عن جد أنا خلاص تعبت، مش خلاص تعبت، مش أنا عن جد لو هيدا الشيء لو أنا كنت نومينه رح نحط بموقف. والله 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 أنا متأكدة ما حدا فيكم رح يحس فيي، ما حدا فيكم كلكم. ليه؟ أنا لو بحس فيك شغل، أنا لو بحس فيك، أنا لو بحس فيك ما بركض رديك، بركض أنا رديك لو شو ما كان الصوت. بس شو؟ لو شو ما كان السبب عن جد ما بركض براديك لو انا ما بحس فيك، ولو ما انا حابب يكون حدك من لك مش كرمال شيء. انا بحب وجع راسي معك. مشكلتي انا صريحه بحكي كل شيء، بعدين بقول ليه حكيت. لا ليش احكي كل شيء؟ ما بعرف، بحس حالي انه احكي كل شيء. ما انت مشكلتك اذا بتتركيهم بقلبك حتى مثل ما هلا عم توجع عم تزيديها على حالي. احكي كل شيء. زهقت من شيء من الأكاديمية، زهقت من عالم، زهقت من شيء، زهقت من الروتين. ما بيهمني حدا ولا يعني كلكم اخوات، كلكم بحبكم بس الأخير يعني مسابقة يعني جيم. شو جاب لجاب هلا عم بسألك أنا، في شيء مضايقك بالأكاديمية؟ لا ما في شيء مضايقني بالأكاديمية. في أشخاص مضايقينك بالأكاديمية؟ أبداً. أوكي. شو السبب بس مضايقتك إنه أنت حاسة حالك نومينية؟ يا المنظر كتير حلو. تنبش على المراية تنبيش أنت. شو قلت مين نومينية؟ أنت اللي مضايقك بس موضوع النومينية هلا. حبيت شو عملت هلا يعني قبل شوي. نسي أنا خل أنا ممحي، أنا مش رفايا اللي عم بحكي معك هلا. شايفه انا ممحي هلا، ممحي على وجه الارض على الكره الارضيه خلص. انا انمحيت من الاكاديمي. اوكي ما عم بصير مصدر ازعاجك، ما بدي هالشيء يصير. بحب هيك حدا داريكي من بعين. اوكي مش هذا جيت انا لانه ما بدي بقى اشوف هيك زعلانه او تعبانه. او اذا انا قادر، اذا انا قادر اقوى مني بكثير، اذا انا قادر فيديك، اذا انا بالعكس بالعكس بتقول لي حكي مش ما بيفيدني ابدا. أوكي. ابدا اوكي خلص ابدا اوكي اوكي هنا عم بضايقك يا نصر. بعتذر. بعتذر كثير.